السلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. على الود والحب نلتقي بكم ونرحب بكم في موكبكم موكب الأيام الذي يحمل الشعار ونصرتي لكم معدة. ها نحن في هذا الموكب المبارك نهيئ أنفسنا والسادة المشاهدين ونعد الأنفس لنصرة الإمام صاحب العصر والزمان بإيقاع عاشوراء. هذا اليوم نتحدث عن شخصية رائدة من رواد كربلاء، الحر بن يزيد الرياحي، موقف الحر بين الجنة والنار، وهو يقف على مفترق طرق. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة، ورحب بكم أجمل ترحيب، وكذلك أرحب بضيفي سماحة الشيخ جلال الدين الصغير. حياكم الله سماحة الشيخ، عظم الله لنا ولكم الأجر. الحر يقف على منتصف الطريق بين الجنة والنار، يخير نفسه، وهو رائد من رواد جيش ابن سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن موقف الحر يستوجب الكثير من التأمل والكثير من التوقف لما فيه من العظة، لما فيه من العبرة، ولما فيه من الدرس الذي يجب أن نتأمل به كي نتخذه أو كي نعمل به في واقعنا وفي تجسدات حراكنا باتجاه نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحر في كربلاء له صورتان: صورة الذي آذى الحسين وجعجع بالحسين عليه السلام، وهي الصورة الأكبر التي من حيث الزمان امتدت من حدود مكة إلى أن ألجأه إلى كربلاء. يعني الحر كان مع الحسين من مكة، من خروج الحسين من مكة، من بعد مكة هو الذي بدأ يجعجع بحراك قافلة الحسين عليه السلام، حدد لها المسير، وكلما كان الإمام الحسين يريد أن يخرج من المسير الذي حددوه كانوا يمنعونه وكان يلجئونه إلى المسير الذي انتهى به إلى كربلاء. لكن الحر صورة أخرى معاكسة تماما. جيد، عفوا شيخي، لماذا لم يحصل صدام بالطريق إذن؟ إذا كان هالشكل مضايقات للحسين، ليش ما صار صدام بين جيش الحسين أو بين من مضى، علما أنه من خرج مع الحسين لم يخرج، يعني خرج معه خلق كثير في ذلك الوقت؟ أولا لم تكن المعركة معركة مع الحر. الإمام الحسين بعيدا عن قواعده الشعبية التي كانت يفترض أن تنتظر في كربلاء أو تنتظر في الكوفة، وبالنتيجة هو واجهته ومقصده إلى الكوفة، لم يكن مقصده إلى كربلاء. من ألجأه إلى كربلاء هو نفسه الحر. والحر أيضا لم يكن قراره قرار معركة، وإنما كانت لديه أوامر بإلجاء الحسين إما إلى البيعة والتفاوض من أجل البيعة إلى يزيد ابن معاوية، أو محاولة منعه من الوصول إلى الكوفة، وهذا الذي حصل. لكن للحر جانب آخر، وهو جانب بليغ جدا في حركة الرساليين. عفوا شيخنا، يطرح عادة تساؤل قبل أن ننتقل إلى الجانب الآخر، هل الحر الذي أجبر الحسين على المكوث في كربلاء، أم أن الحسين هو الذي اختار كربلاء وقال بمشاورة العباس وقال هي أرض جيدة لطراد الخيل وما إلى ذلك؟ لا، هذا بحث آخر. يعني أولا كربلاء هي مخصصة للحسين سلفا، يعني كان هناك إشارة واضحة يعني بالحركة الطبيعية، كانت إشارة واضحة من أمير المؤمنين حينما أقبل بجيشه ورأى كربلاء وأشار إلى مقتل الحسين في هذه الأرض. هذا على مستوى انباء الغيب او انباء المستقبل. اما على مستوى الظرف الموضوعي، حينما حوصروا بمكان لا شك ولا ريب انهم سينتخبون المكان الذي بامكانه ان يوفر افضل وسائل الاستخدام، افضل وسائل ممارسه الحرب وممارسه المبارزة. طبعا الحرب آنذاك ليست الحرب كما هي الآن،
في ذلك الوقت الحرب تعتمد على القوة البدنية، تعتمد على سرعة الإنسان وارتجاله وما إلى ذلك، وبالنتيجة مقدار القوة البدنية مهما يكون يذوي شيئا فشيئا. هناك عوامل التراب والرمال التي تؤثر على حركة المتسارعين، هناك وجود الماء من عدمه، وجود الظل من عدمه، كل هذه العوامل تدرس يعني لجهة تريد أن تقاتل. لذلك حديث الإمام الحسين عليه السلام مع العباس عن أن هذه الأرض جيدة للقراد وما إلى ذلك، إنما يشير إلى العوامل الموضوعية. بعد أن ألجأ إلى هذه الأرض تم تداخل متعدد في طبيعة تضاريس تلك المنطقة، لذلك انتخبوا هذه المنطقة بناء على الوصف الذي أشار إليه الإمام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جيد، الآن الجانب أو الزاوية الأخرى من زوايا الحر. الحر يجب علينا أن نعرف بأنه عرضت عليه دنيا كبيرة، وكان من الشجاعة بمكان، بحيث أن صاحبه يقول له: لو أنني سئلت من أشجع العرب لما عدوتك. لكن أن يكون بهذا المستوى، أن يعني تعرض عليه دنيا كبيرة ويكون شجاعا، ليس من السهل عليه أن يتناصر، ليس من السهل عليه أن يدع كل هذه الإغراءات وكل هذا الامتياز، وهو مرشح لأن ينال قيادة الجيش. قيادة الجيش تعني الغنيمة الأكبر له، تعني الوجاهة عند السلطان، تعني المنصب ما سيوليه السلطان وما إلى ذلك. لذلك أن يتركها جميعا ضمن مقياس رائع جدا: أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا المقياس لو عمل به أهل الدنيا والتزموا باستحقاقاته لما كان شر في هذه الدنيا أبدا. الحر معه جيش كبير جدا، هو قائد من قواده، وأمامه دنيا كبيرة، بيده دنيا كبيرة، وأمامه تاريخ يكتب باسمه. تعرف أن التاريخ يكتب باسم قادة الحروب، لا يكتب باسم من يحارب، وإنما قادة الحروب. سعد بن أبي وقاص لا يعرف عنه بأنه قاتل، ولكن يعرف بأن معركة القادسية سجلت باسمه. خالد بن الوليد أيضا سجلت اليرموك باسمه، مع أنه لم يقاتل. من قاتل مالك الأشتر وخاشم المرقال وكميل ابن زياد وأمثال هؤلاء الأبدال. لكن مع ذلك كل هذه الأمور تركها الحر وجاء لمعيار هو المعيار القرآني: أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا. كل الأمور التي تعرض علي من دنيا وكل الامتيازات من موقع من يملك، يعني مرة أنا الذي لا أملك شيء أتحدث بهذه المفاهيم، ليس يعني بالضرورة يمكن أن أصدق القول العمل، لكن أن يكون الإنسان من موقع غناه ومن موقع قدرته ومن موقع امتيازاته ويتنازل، تكون صدقيته في مطابقة قوله للعمل تكون عالية جدا، وتكون مثارة تجليل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تستغرب هنا أن يتحول الحر من أكثر من آذى الحسين قبل معركة كربلاء، ثم ينتقل إلى بابل للحوائج. يعني هذا الانتقال ما جيد. لماذا صار بابل للحوائج؟ أنا أعتقد نتيجة الإخلاص الشديد. يعني أنت انظر إلى هذه الكلمة التي نطق بها الإمام الحسين عليه السلام، وما تعني بها على مستوى، ما يعني بها على مستوى الاستحقاق. حينما قال له: هل لي من توبة يا ابن رسول الله؟ الإمام الحسين عليه السلام ماذا قال له؟ قال له: إن تبت تاب الله عليك. هو لم يفهم التوبة مجرد كلمة أستغفر الله، هو فهم التوبة أن يذهب ويقاتل ويقتل. هو يعرف المعادلة جيدا، مهما أراد من وقت، مهما أراد أن يجندل من الأبطال، بالنتيجة قوته ستذوى ووقته سينفذ وسيقتل. لذلك انتخابه للتوبة كان أيضا انتخاب بأروع الأمثلة، حتى لو قتل نفسه هو مصر على التوبة. جيد شيخ، متى رجع الحسين
رجع الحر لمعسكر الحسين. الروايات لا تشير بشكل دقيق إلى الأزمان، يعني متى تقدم، ولكن يعني قبل بدء الحرب، في منتصف بدء لا لا الحرب، لا بعد لا تقدم لا لا الهاشميين، بعد لا الهاشميين. لا كانت الحرب قائمة، والكثير من أصحاب الحسين عليه السلام قتلوا. الحر في منتصف المعركة دخل إلى، أو في وقت متأخر من المعركة دخل، ولعله حينما رأى طبيعة سجالات المعركة وطبيعة الغلظة والأحقاد وطبيعة الباطل الذي يكتنف هؤلاء، وتحليلي أنه حينما رأى تقتيل بني هاشم، لا سيما علي الأكبر، بهذه الطريقة التي قتل بها علي بأبي الأكبر، وأمي، يعني يحتمل أنه دخل إلى معسكر يعني الحسين بعد الأكبر. ربما الأصحاب لا يثيرونه كثيرا، لأن يعني منطق الحروب هو القتل، لكن أن يتقدم أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله ويقتل بهذه الطريقة، لا شك ولا ريب أنه يستفز معاني كثيرة في داخل ذهن الإنسان. لذلك احتمالي أنه رأى شيئا يتعلق بنفس أهل البيت، ورأى إصرار القوم على أن يقتلوا الحسين عليه السلام بعد أن أصبحت المعركة جدية. لا يوجد هناك احتمال، ربما هو قبل ذلك ما كان يحتمل بأن الأمور تصل إلى هذا المستوى الجدي من التقاتل، وبالنتيجة حينما جاء بهذا العزم، عزم أن يتنازل عن الدنيا، وعزم أن ينتخب الجنة، وعزم أن يقاتل ويقتل، هذا العزم لا يأتي من فراغ، يعني قطعا المعاني التي تولدت في ذهنه وفي قلبه معاني كبيرة جدا، وشعوره بالندم أيضا كان شديدا جدا، شعوره بخيبة الأمل هو الآخر أضفى عليه هذا الاندفاع الذي يشير إليه هذا الرجل الذي كان إلى جنبه حينما رآه يرتجف قبل أن يقول له. كان لو يتصور سئلت عن أشجع العرب لما عدوتك، كان يتصور أنه هذا ربما من الخوف، من الخوف حالة الارتعاش، لكن من الواضح جدا لمثل شخصية أنه كان يرتجف من وقائع المعركة، كان يرتجف من طبيعة من آخرته. دروس المعركة، ما هي هذه الأشياء التي تحصل، كان يرتجف إلى النتيجة التي وصلت إليها المعركة، وهو ربما لم يكن يتوقع، كما تشير بعض المصادر إلى أنه لم يكن يحسب أن الأمور تصل إلى هذا المستوى، لا سيما من يراجع حواراته مع الحسين عليه السلام قبل ذلك يعرف بأن الحسين عليه السلام في الكثير من الأحيان تكلم معه بشدة، وهو لم يكن يعني يجيب بهذه الشدة، وإنما كان يجيب بالاحتواء ومحاولة تخفيف وقع الكلام. لكني أحسب أن الحسين عليه السلام قرأ الموقف مبكرا وبدأ يثير في داخل قلب الحر وفي داخل ذهن الحر المعاني التي تأسست من بعد ذلك وتحولت إلى الواقع الذي وصل أدى إليه. به إلى أن ينتخب خيار الحسين ويترك خيار يزيد ابن معاوية. شيخ، يعني رجل تعرض عليه المناصب وتعرض عليه قيادة الجيش وتعرض عليه الإمرة، لعله فيما بعد إذا انتصرت كفة يزيد لعله يؤمر على الكوفة أو يؤمر على الكوفة والبصرة إذا جاء بفتح مثل هذا الفتح. ليس من السهل عليه أن يترك كل هذا ويذهب إلى مماته. لا شك ولا ريب أنه، أنا أشرت إلى أن هذا الأمر أكسبه الصدقية حينما ذهب وقال هل لي من توبة. لكن في هذا المجال أنا أدعو الإخوان المشاهدين حفظهم الله تعالى إلى أن يفكروا أن أصحاب الذنوب الكبيرة كرجل مثل الحر، ولا شك أن ذنوبه كانت كبيرة جدا في موقفه مع الحسين عليه السلام، أن يرجع ويحتويه الإسلام، يحتويه الإمام، هذه عظة بليغة ودرس بليغ في طبيعة التعامل مع المجتمع. لا تغلق الأبواب على كل الناس لمجرد وجود
من يخالفكم في الموقف أو ما إلى ذلك. افتحوا الأبواب، دعوا الأبواب التلقي منكم مفتوحة، لأن أئمتنا كانت سلوكياتهم دائما بهذه الطريقة، لم يكونوا صداميين دائما، لم يكونوا يجبهون الناس مباشرة، اللهم إلا في استثناءات محددة تنطوي على يأس المعصوم من الطرف الآخر، وإلا هذا الذي يأتي ويسب الإمام الكاظم عليه السلام سبابا شديدا ولا يقابله إلا بالإحسان وإلا بحالة الكرم الهاشمي المعروف، ويؤدي بذلك إلى أن ينتقل من هذه الجبهة إلى تلك الجبهة. لذلك أنا أعود وأشير إلى أننا لدينا رواية بأن الذين سينصرون الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء قسم منهم كعبدة الشمس والقمر، لهم تاريخ لا أبالي، تاريخ يعني لا يمكن أن يعتز به الإنسان، ولكنهم في لحظة ما، في لحظة صحوة، في لحظة تأتي كالسحر تدخل في وجدان الإنسان فينقلب كيانه تماما، كما حصل مع بشر الحافي في قصته مع الإمام الكاظم عليه السلام، كيف أنه السكير المدمن المعربد اللاهي العابث لمجرد أن سمع بكلمة، بكلمة لو كان صدقتي، حينما يقول لجاريته صدقتي لو كان سيدك عبدا لاستحى من مولاه، وإنما هو حر. هذه الكلمة أثارت كل حفيظة البشر، فأدى به إلى أن ينتقل من المجون، من معسكر إلى معسكر آخر، من المجون إلى حالة التعبد وإلى حالة يعني التوبة الخالصة. هذا الخيار مثل ما شفنا عند الحور، مثل ما شفنا عند الكثيرين خلال سيرة الرسول، أيضا هناك أكثر من نموذج في هذه القضية، يدعونا إلى أن نعمد في أساليب عملنا وفي نظرتنا إلى التعامل مع الواقع إلى خيارات ما يعتلج في داخل قلوب الناس، مو بالضرورة يطلع عندنا هذا الأمر. أنا أضرب مثال بدقيقة سمحت شيخ، سلام يا مهدي، نشيد سلام يا مهدي أو سلام فرمندا في كل المكانات التي قرأ فيها كانت نسبة المشاركين من غير المتدينين عالية جدا. في الوقت الذي قد نراهم نقول ليسوا متدينين، ولكن جاءوا بدموعهم وعواطفهم وهم يهتفون بالإمام. هذا أعود وأقول الأمة فيها أرض خصبة، لكن المشكلة قد تكون في الزارع وليس في هذه الأرض. الزارع قد لا يتقن أساليب الزراعة فيجعل الأمة تتجه باتجاه آخر. جيد سمحت شيخ، نتحدث عن جانب آخر وتساؤل مهم. هناك من يطرح أن الحر هو الذي منع الحسين من الوصول إلى الماء، وأن الحر كان من أوائل من التحق بجيش الإمام الحسين، وأن الحر كان معه جماعة كبيرة عندما انتقل إلى معسكر الإمام الحسين، انتقلت معه هذه الجماعة. هذه التساؤلات التي تطرح منها من هنا أو هناك إن شاء الله نطرحها في القسم الثاني من أقسام هذه الحلقة، بعد أن نذهب وإياكم السادة المشاهدين إلى فاصل قصير. أحبتي نرجع لنبحث هذه المواضيع بجدية أكثر إن شاء الله وبموضوعية. فاصل ونعود، يبقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد في موكب الأيام الذي يرافق أهل البيت سلام الله عليهم في أفراحهم وأتراحهم. أبعد الله عنا وعنكم الأتراح، وجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. نعود لموضوع الحر الذي وقف يخير نفسه بين الجنة والنار وقال والله لا أختار على الجنة شيئا. هذا الموقف الكبير هو الذي جعل الحر بابا من أبواب الحوائج إلى الله. أرحب بكم وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ جلال الصغير، حياكم الله سمحت شيخ. أهلا
ومرحبا شيخنا. شيخي، شخصية عظيمة مثل شخصية الحر وانتقالة عظيمة. هناك من يقول أن الحر عندما انتقل من معسكره وهو من الوجهاء ومن الكبار انتقل معه خلق كثير، ما مدى صحة هذه المقولة؟ لا صحة لها، ولم يعني لم يأتي معه إلا هو، يعني حينما الذي انقلب إلى الحسين عليه السلام لم يأتي معه إلا نفسه، يعني لم يرافقه أحدا، وقدس الله روحه، قتل في فترة وجيزة يعني من المعركة، مهما يكن لا يمكن أن يتعدى وجوده النصف ساعة، وهذه القضية. نصف ساعة على الحر كثيرة جدا سمعت أنا الشيخ. أقول لا يتعدى، يعني هذه القضية مهمة للغاية. يعني نحن نقرأ مقتل العباس نصف ساعة سلام الله عليه. لا، قراءة المقتل شيء والواقع، يعني قصدي يعني لما نقرأها تاريخيا مو الواقع، مقتل. يعني الواقع شيء آخر، يعني الكتابة قد تصف أشياء لا علاقة لها بالزمن بمقدار ما لها علاقة بتهيئة أجواء، يعني الصورة التي يريد الكاتب أن يريها إلى الآخرين، لكن هذه القضية في غاية الأهمية بالنسبة لنا. الحر تأريخه سيء للغاية، كم احتاج من الزمن لكي يحول تأريخه من سيء إلى لا للغاية حسن إلى الغاية. إلى أنت حر كما سمتك أمك حر. الله، كم دقيقة؟ فكرة. سنوات كبيرة كانت لا قيمة لها، تأريخ كبير لم يتطابق مع الجغرافيا إذا صح التعبير، أصبح التأريخ وبالا عليه، لكن حينما جاء الزمن المعاصر له وحسم الأمر احتاج إلى ما من حراكه من موقع يزيد إلى موقع الحسين إلى توبته إلى انتخابه أرض المعركة إلى قتاله وقتله، ربما لا يعدو، يعني قد تكون نصف ساعة أيضا كثيرة، لكن مهما يكون هذا درس بليغ لنا في أن لا نعتصم دوما بأوضاعنا الأسرية أو بتاريخنا أو بخلفياتنا، لأنها في أي لحظة يمكن أن تزول بسوء العاقبة، مهما كانت ثرية هذه الأمور، مهما كانت غنية، في أي لحظة يمكن أن، يعني لدينا مثال عبيد الله بن العباس ابن عم أمير المؤمنين قائد جيش الإمام الحسن، سبق له أن قاتل في صفين، سبق له أن قتل معاوية أولاده وبقر بطن زوجته وقتل جنينها الذي كان فيها، ويفترض كعربي أن يحتفظ بالثأر وما إلى ذلك، لكنه في لحظة سوء العاقبة ترك مثل القلب. الإمام الحسن واتجه إلى معاوية بناء على إغراءات المادة. لذلك هنا في نظرتنا إلى عموم ساحتنا أو إلى السجالات الموجودة في واقعنا المعاصر، علينا أن لا نركن إلى التاريخ فحسب، علينا أن لا نركن إلى الوجاهات التي كانت، سواء كانت وجاهات وطن أو وجاهات عشيرة أو وجاهات قبيلة أو وجاهات مال أو وجاه أي جاه من الجاه، لأنه في أي لحظة من اللحظات يمكن أن ينقلب الأمر باتجاه المعاكس. مثال الحر مثال بليغ جدا في أن ننظر إلى الأمور أيضا بالطريقة المعاكسة، ربما كان من نتصوره عدوا في لحظة من اللحظات يمكن أن ينقلب صديقا، صديق ليس صديقا فحسب، وإنما يتحول إلى أنت، كلمة أنت حر كما سمتك أمك حرة، لا يعني الإنسان لا يعثر على هذا الوصف دوما، يعني ولا ولا سيما يطلق إن هذا كان الوصف الواصف دوما هو على كل الحسين، شخص. لا سيما إن كان الواصف هو الحسين عليه السلام طبعا الذي يفرغ عن لسان النبي الأكرم صلى الله عليه هو وآله لسان وما ينطق عن هو الهوى. لسان يعني الوحي هذا، لذلك أنا أقول يعني تعالوا أخواني الأعزاء، لا تستقرئوا التاريخ لمجرد قراءته، استقرئوه استنطقوه لكي تستلخصوا العبر والعظات منه. درس الحر درس بليغ جدا. الآن أنت انظر، الحر أين دفن؟ بعيدا عن أصحاب الحسين بمسافة كبيرة جدا،
كم توغل في أرض المعركة؟ من الواضح جدا أنه ذهب بعيدا في قتاله حتى دفن في تلك سمحت الشيخ، الشيخ أقف هنا على رأيين حقيقة. الأول يقول أن امتداد المعركة هو من مقتل الحر من المكان الذي صرع به الحر إلى شاطئ الفرات، والرأي الآخر يقول أنه بعد أن استشهد الحر سحب ليدفن هناك. ممكن ممكن، على أي حال أيهما أرجح؟ القدر ممكن، ولكن الأرجح ليس مهما يعني أين يعني كانت أرض المعركة. في النتيجة المعركة حصلت وتركت لنا دروسا ومعاني يجب أن نستخلصها. ما أريد أن أقوله الآن ما الذي شيخي لو تسمح، يعني اليوم قائد مثل الحر ويرى، لا يرى أفراد، يرى جيش مترامي الأطراف من الحور لشاطئ الفرات، ويقف هو وحيدا فريدا أمام هذا الجيش وهو مسلم، هنا تكمن الشجاعة. أنا أقول ما الذي يجبر الناس أن يذهبوا كل هذه المسافة إلى الحور ويستعطوه فيعطيه؟ من الذي حوله إلى هذا المقام؟ لا شك ولا ريب، لا تاريخ لا جاه لا كذا، كل ما له كان قيمة، وإنما طبيعة الخلوص لله سبحانه وتعالى الذي أخرج له توبة بهذا المستوى، هو الذي حوله إلى أن يكون وجيها في الدنيا والآخرة. هذا أمر أول. بالنسبة إلى ما أشرتم إليه، طبعا المعركة حينما نتأملها على المستوى العسكري لم تكن معركة نبلاء، وإنما كانت فيها الكثير من الخسة. عادة النبلاء يتبارزون فيما بينهم، يخرج واحد في مقابل واحد، اثنين في مقابل واحد وما إلى ذلك، لكن معركة تستخدم فيها المنجنيقات والسهام والرماح وحالات الفرار من المبارزين ورميهم بالحجارة وما إلى ذلك، هذا المشهد تكرر أكثر من مرة. كم يستطيع الفارس أن يقف في قبال غزو متعدد الجوانب ومن متعدد الجهات؟ نحن نتحدث عن أن الإمام الحسين عليه السلام بأبي وأمي صكت جبينه بحجر، ضرب في قلبه بسهم، هؤلاء كلهم بعيدين عنه، لم يكونوا في مقابله حتى يقاتلهم أو حتى يبرزون فضيلة، بل ربما لا يوجد الكثير من الذين استطاعوا أن يقفوا كمبارزين مع الحسين أو مع أبي الفضل أو مع كل الأمر تم بغيلة بغيلة، يعني العباس عليه السلام يكمن له، كمن له في عدة مواضع ثم ضرب من بعيد، لم يتدنوا له حتى نحس بمقدار الشجاعة، بل حتى عندما سقط لم يجرؤ أحد الاقتراب عليه. هو هكذا حتى الحسين عليه السلام، يعني يؤكدون بأنه كان الناس يعني بعد أن سقط بأبي وأمي مضرجا بدمائه لم يجرؤوا أن يتقربوا منه، وهو لم يعني حينما تتحدث الروايات عن حجم الإصابات التي أصابت جسمه نتيجة بأبي وأمي، كان جسمه كالقنفذ من كثرة السهام والنبال. وهذه عودا على بدء في أنه لم تكن المعركة نبيلة، بحيث أن رجلا كالحر يمكن أن يبقى وهو يعرف، وهم يعرفونه بأنه فارس المغوار، يعرفون شجاعته ويعرفون مكانته في هذا المجال، لم يكونوا نبلاء معه. لذلك إذا ما قلنا بأنه ابتعد وتوغل كثيرا في أرض المعركة نتيجة لهذه العوامل، ولو قلنا بأنه لا يمكن أن تكون عشيرته أو بعض أرحامه مثلا نقلوه إلى هذا المكان، كل ذلك سيان، لكن القدر المتيقن أنه كان الشجاع بامتياز من يجابه جيشا بهذا الموقف، بهذا رجل يقابل جيش. هذه القضية قد لا تدرك في معالم اليوم، يعني اليوم أنت عندك رشاش يمكن أن تطلق رصاص قدام 10، لكن معركة سيوف ومعركة سلاح بارد وما إلى ذلك، القضية تحتاج إلى شجاعة متناهية. شيخي أعتقد أن شجاعة الحر ليست بمجابهة الجيش،
شجاعة الحر الحقيقية عندما يترك الدنيا ويتجه إلى واضح الأخير. واضح جدا. بالنتيجة هي الشجاعة مراتب، وكما أن كل يعني المعاني الأخلاقية أو معاني الكرامة عند الإنسان هي كلها مراتب، كلما سلك الإنسان مرتبة أعلى كلما أصبحت استحقاقاته أكبر وامتيازاته في نفس الوقت أكبر. أنا أعتقد لو أن إنساناً بسيطاً جاء من أرض المعركة إلى الحسين عليه السلام لم استطاع أن يحوز كلمة أنت حر، وهذه الكلمة مثل ما أشرت أن تخرج من الحسين عليه السلام إنما يشير إلى كمال معنى الحرية عند هذا. هو انعتق من كل المقيدات التي كانت تقيده، دنيا وجاء ووضع اجتماعي واعتبارات متعددة ومستقبل واعد وما إلى ذلك، ثم حياة كلها تنازل عنها واتجه إلى الموت بناء على انعتاقه من المعوقات التي كانت تحوله إلى عبد أو تحوله إلى ذليل بين يدي عمر بن سعد أو عبيد الله بن زياد أو يزيد بن معاوية عليهم لعين الله. شيخي نستجلب مثالا من الحر على أرض الواقع. الحر لأنه كان ناجحا في جهاده الأكبر كان هو أنجح في الجهاد الأصغر، هكذا يقال من كان على الأكبر قادر فهو على الأصغر أقدر. اليوم المطلوب من الإخوة المجاهدين في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية وما إلى ذلك من المرابطين من قوات الأمنية وغيرهم المطالبة بأن يكونوا على مستوى عالي في جهاد النفس، فإذا كانوا هكذا يكونوا هم على الأصغر أقدر. أنا لدي مقولة أرددها دائما، السلاح ليس هو الذي يقاتل، يعني قد يكون لديك أعظم قوة مسلحة لكن نفس السلاح لا يقاتل، قد يكون هذا السلاح بيد جبان. لذلك من يريد أن يقاتل بشرف وبعزة عليه أن يفكر ببنائه الذاتي، يفكر ببناء قلبه، يفكر بتصفية نواياه. وهنا ألفت الانتباه إلى معنى بليغ جدا من سجالات حصلت في سنة 85 ما بين كاسبر واينبرجر وألكسندر هيج وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية مع الكونغرس، حينما آنذاك كانت المدمرة نيوجيرسي تقف في قبالة بيروت وقذائفها كانت قذائف طائرات يعني قرابة 400 كيلو أو أكثر من 400 كيلو زنة القذيفة التي كانت تطلقها على بيروت. سئل الوزيران قيل لهما أنتم كانت لديكم أعظم أسلحة الدنيا وهزمتم من قبل شباب يعني ثلة من الشباب لا يمتلكون هذا السلاح. كان جواب لا تذكر من كان، يعني هل هو واينبرجر أو هيج، لكني أتذكر المحادثة جيدا. قال أعطيتمونا سلاحا لكي نميت الناس، ماذا نفعل إذا ما أراد الناس هم أن يموتوا، إذا هم أقبلوا علينا يريدون الموت؟ يشير إلى السيارات الانتحارية التي كانت المقاومة الإسلامية تؤمنها ضد السفارة الأمريكية، ضد المركز الثقافي الأمريكي وما إلى ذلك الذي حصل في بيروت. هنا إشارة، هؤلاء الذين انتخبوا طريق الموت، طريق الجهاد، طريق الشهادة ولم يخشوا العدو، هؤلاء لم يقاتلوا بأسلحتهم، قاتلوا بعقائدهم وقاتلوا بمعانيهم الداخلية. وإلا لو كانت معانيهم الداخلية مهزوزة أو أنهم كانوا من طلاب الدنيا أو لم يهتموا بوضع علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى أو علاقتهم مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ما كان لهم أن يحظوا بهذه النتائج. ثل من الشباب الحفاة الذين لم يكونوا يمتلكون من الأسلحة الشيء الكثير يهزمون جيش أمريكا في ذلك الوقت والذي كان يحسب له حساب. أنا بل أعتقد حساب أمريكا خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية. نحن نتحدث عن سنة 85 لا نتحدث عن سنة 2022 حيث ضعفت أمريكا، تمزقت صورة
التهويل الأمريكي، وتبين أن هذا الغول ليس غولا بقدر ما هو نمر من ورق وما إلى ذلك. في ذلك الوقت ليس سهلا أن ينبري مثل هؤلاء الشباب ويتقدموا بهذه الطريقة. في لبنان، في العراق، سبق للمجاهدين العراقيين مع المجرم صدام، مع عتو المجرم صدام وما إلى ذلك، أن فعلوا ذلك. هذا الأمر مثل ما كان في كربلاء، مثل ما صار في لبنان، مثل ما صار في إيران، مثل ما صار في فلسطين، مثل ما صار في العراق، مثل ما صار في كل البلدان، يجب أن يتكرر دوما. يجب على المقاوم، يجب على الممانع، يجب على الأباة أن يفكروا من يحفظ لهم إباءهم ليس سلاحهم. في هذه الساحة مسلحين كثر، لكن من الذي يصمد ومن الذي يحوز المعركة؟ هو صاحب القلب الكبير الذي تربى بناء على مقتضيات الخلوص لله والطاعة لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ونائبيه بالحق. مع أهمية السلاح وأهمية الإبقاء على السلاح بيد المجاهد، لا شك ولا ريب. لا، أنا أتحدث عن المجاهد الذي يمسك السلاح، أقول له بأن سلاحك لوحده لا يكفي، وإنما يجب أن تكون هناك معاني داخلية في محتواك تؤمن لك الصبر، تؤمن لك الشجاعة، تؤمن لك الفروسية، تؤمن لك النبل. ربما أستعجل الحديث هنا وأشير إلى قصة القاسم ابن الحسن عليه السلام، سنمر عليها إن شاء الله في حلقة منفصلة. مع ذلك اسمح لي يعني أن أشير لها سريعا. ما الذي يجعله يهتم بشسع نعله في قبل ولا يبالي بالقوم، كل الوحوش التي جاءت لقتاله؟ لأن لديه مبدأ في الفروسية أن الفارس لا يحتفي في أرض المعركة. هذه القيمة هي جعلته لا يهتم بكل الأعداء. هذا الذي نحتاجه في معاركنا وفي تحدياتنا، لا سيما أن التحديات المقبلة فيها استحقاقات قد تكون باهظة. نحن في داخل معركة شديدة، ومعركتنا مع الاستكبار. الاستكبار لن يستسلم بسهولة. الاستكبار يحتاج إلى من يردعه، إلى من يلجمه، ولا يستطيع أي إنسان لمجرد أن يحمل سلاحا أن يردع، بقدر ما يستطيع المجاهد صاحب القلب القوي وصاحب النية المخلصة وصاحب الخلوص لإمام زمانه ولنائبه بالحق أن يحمل هذا السلاح. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ، أجدت وافدت، أمتعنا الله بحديثك أكثر فأكثر و ببقائك إن شاء الله. كذلك الله أحبتي، ها هو الحر يترك الدنيا خلف ظهره ويتوجه إلى الحسين، يترك المناصب، يترك الرئاسات، يترك الدنيا التي تنتظره ما بعد عاشوراء ليخير نفسه بين الجنة والنار، ولا يختار على الجنة شيء. السلام على الحر بن يزيد الرياحي الذي ناصر الحسين وفدى الحسين بروحه ومهجته، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. شكرا لكم أحبتي لحسن الإصغاء وحسن المتابعة.